إلى دي دون أمصار حاج مسعود فاعل جمعاوي وممثل نقابي وفاعل جمعاوي في المنطقة مشتوكة أيت بها وفي دوار في المنطقة ديال أيت عبد الله. الموضوع اللي غنطرقوا ليه هذه الساعة هو الموضوع ديال سرقة أكادير نبرور. أكادير نبرور اللي هو واحد المعلمة تاريخية اللي في عمرها أكثر من 650 سنة اللي تعرضت للسرقة، كما تعرضوا ليه واحد العدد ديال إيكودار في دوسكا اللي هما أكادير نسكينت وأكادير إيتوغاين وأكادير أكادير نتومليلين وأكادير أوغنيواغوي. هادي قدر كاملين كيتعتبروا واحد المعلمة تاريخية بعد ما كانوا هما أقدم بنكة في العالم، هما اللي كانوا يعني هما اللي هما كيتعتبروا بنكة ديال ديك الوقت. وأكادير نبرو اللي بقى خدام حتى ليومنا هذا اللي باقي الناس كيتدخلوا فيه كاع الوثائق ديالهم، منهم الرسوم ومنهم الكتب ديال المخطوطات ومنهم الاواني النحاسيه، منهم كاين اللي كيخبي فيه يعني اي حاجه غاليه عنده كيخليها فيه، كيخليها تماك لان تما كيقولوا تما مامن، لان كاين واحد التقاليد ديال البلاد اللي كيعتبروا داك اكادير بلاص ديال الامن، لان اكادير عنده الاعراف ديالو وعنده القوانين ديالو، ماشي غير يعني اي حاجه ديرها تماك واي حاجه تقدر تستغلها في داك اكادير. عنده قوانين ديالو، عنده اعراف ديالو اللي هي معترف بها ديك الساعات. وهذه مؤخرا تعرض لواحد السرقه اللي جاو ليه شي لصوص، هما اربعه ديال اللصوص اللي جاو هرسوا الباب ديالو، طلعوا من السور هرسوا الباب وهرسوا واحد 24 ديال المخزن اللي هما بحال الحوانت صغار، مخازن كيتسموا مخازن، اللي هاد اكادير اللي كنهضروا عليه دابا كيتوفر على 68 مخزن، 68 ديال البيوت اللي تهرسوا، هاد هرسوهم كاملين، هرسوا منهم 24 يعني هرسوهم وخربوهم. كاين اللي خداو منه شي حوايج، كاين اللي ما توصلوش باش ياخذوا منه لان ما وصلوش ليهم، اللي خداو من شي محلات هما كانوا كيجيو كل ليله باعتبار ان اكادير شي شويه بعيد على الدوار، ماشي بعيد غير انما جاي هو عالي على الدوار، وكيجيو من واحد الجهه اللي ما كيشوفهم حتى شي واحد، كيجيو من مور الدوار يعني من الجبل، من جهه الجبل، اللي هما كيستعملوا سيارات، هاد اللصوص كيستعملوا سيارات يعني ما يقدروش يجيو من واحد المنطقه بعيده عندنا اللي كتسمى ايدوسكا، وانا كنقول ايدوسكا بحكم الهاتف اللي طاح لواحد من اللصوص، لان جاو دوك اللصوص في 12 ونص ديال الليل وتصادفوا مع بعض الشباب ديال الدوار، كانوا مازال ما نعسوا، وبان لهم الضوء تما، بان لهم الضوء في داك اكادير ومشاو تيجريو، هادوك حسوا بهم هربوا، هادوك اللصوص هربوهم بربعه، هما هربوا طاح لهم شي بيل، يعني طاح لهم البيل وطاح لهم واحد الهاتف نقال ديال شي واحد فيهم، والهاتف تلقى لقاوه الدراري ولقاو فيه حتى بطاقه ديال التلقيح ولقاو فيه ريسيبيسي ديال لاكارت ناسيونال اللي هو الان تيتوازع عند الدرك الملكي. وحنا كما داروا كاع الاخوان درنا الديكلاراسيون ديالنا على داك الشيء اللي ضاع لينا من داك اكادير من المحلات ديالنا. كاين اللي ضاعوا ليه حوايج كثار، كاين اللي ضاعوا ليه شي حاجه قليله، كل واحد وشنو ضاع ليه على حسب العائلات، كل واحد وشنو كان كيخبي فيه. هذا الشيء اللي كاين في النطاق ديال هذا التعريف ديال اكادير. وحنا دابا اللي كنطلبوا من رجال الدرك يعني البحث ياخذ الطريقه ديالو الصحيحه. وهاد اكادير هذا ماشي كيتعتبر ديالنا حنا بوحدنا، ما كنعتبروش اكادير ديال الدوار ديالنا اللي هو برور بوحدنا، كنعتبروه معلمه تاريخيه اللي كتحتفظ على وثائق
مخطوطات اللي في عمرها اكثر من 300 400 سنه باقيين كاينين تما كيخبيوهم الناس تما نظرا للتقاليد القديمه. وهذا الشيء اللي بغيت نوصل هو بغينا السلطات تتابع هاد اللصوص هادو، وكنتمناو حتى من وزاره الثقافه ومن جميع الناس اللي كيهتموا بالتراث الثقافي ينضموا معنا في هاد المحنه اللي صابتنا. تحياتي لكم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.